السلام عليكم. جهاز تحفيز العين كسولة من شركة الدرة العلمية. طبعا الجهاز يعمل بنظامين، نظام الشحن البطارية ونظام الكهرباء المباشر اللي هو عن طريق محولة. إذا نريد نحوله على الشحن، فمجرد هسه احنا باعتبار شاحنين الجهاز، بس نغير هاي الدقمة نخليها على جهة الشحن، تمام؟ هاي نخليها مشتغلة داعمية، يعني مو ضروري ينطر فيها، بس ان شاء الله منها. تمام، الجهاز اشتغل طبيعي. فنبلش بيجي طبعا 6 اقراص، كل قرص الاحجام تكون مختلفة. مغناطيس طبعا يعني يحتاج محير بتركيبه، يجي وياه متاهتين. فنبلش بهاي، طبعا الستارت هاي حتكون انها تبلش بداية المتاهة. تمام، هسه خلينا نبدأ نشغل الجهاز. طبعا بأي قلم سوفت، فيبلش الطفل بالمتاهة منها لحد ما يوصل للنقطة الصغر اللي هي الاند.